حميدة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، واجمع شملنا، ووحد صفنا، ووحد صفنا، واحقن دماءنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا، واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اجعل بلدنا هذا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ وحفظك يا رب العالمين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين بخير ولمصر وفقه من كل خير. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين ولمصر بخير فوفقه لكل خير. ومن أراد للإسلام والمسلمين ولمصر بسوء فاجعل كيده في نحره. اجعل كيده في نحره. اجعل الدائرة عليه. اللهم دمرهم كما دمرت عاد وثمود. اللهم اشغلهم بأنفسهم. يا ملك يا الله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا رب في كل مكان. ثبتنا في ميدان التحرير. ثبتنا عند مزميره. ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اربط على قلوبنا وقلوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اربط على قلوبنا بالحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الإسلام. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. ومن العجز والكسل. ومن العجز والكسل. ومن الجبن والبخل. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ونعوذ بك بعلم لا ينفع. وقلب لا يخشع. وقلب لا يخشع. وعين لا تدمع. وعين لا تدمع. وعين لا تدمع. وأذن لا تسمع. ودعاء لا يستجاب لنا. اللهم اهدنا. واهد بنا. واجعلنا سببا لمن اهتدى. ارحم شهدائنا. ارحم شهدائنا. ارحم شهدائنا. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم افتح لهم في قبرهم مد البصر. اللهم نور لهم في قبرهم يا رب العالمين. اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ولا تجعل من حفر النيران. اللهم اشف مرضانا. اشف مرضانا. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا
اللهم اصلح رسائل قلوبنا واجمع شملنا ووحد صفنا ووحد صفنا واحقن دماءنا واحقن دماءنا ولا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا واجعل بأسنا على عدونا اللهم اجعل بلدنا هذا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ حفظك يا رب العالمين اللهم من أراد للإسلام والمسلمين بخير ولبصفك من كل خير اللهم من أراد للإسلام والمسلمين ولمصر بخير فوفقه لكل خير ومن أراد للإسلام والمسلمين ولمصر بسوء فاجعل كيده في نحره اجعل كيده في نحره اجعل الدائرة عليه اللهم دمرهم كما دمرت عاد وثمود اللهم اشغلهم بأنفسهم يا ملك يا الله اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين اللهم ثبتنا يا رب في كل مكان ثبتنا في ميدان التحرير ثبتنا عند مزبيره ثبتنا على الحق يا رب العالمين اربط على قلوبنا وقلوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا اربط على قلوبنا بالحق يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الإسلام اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن العجز والكسل ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك بعلم لا ينفع وقلب لا يخشى وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعين لا تدمع وعين لا تدمع وأذن لا تسمع ودعاء لا يستجاب لنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ارحم شهدائنا ارحم شهدائنا ارحم شهدائنا اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم افتح لهم في قبرهم مد البصر اللهم نور لهم في قبرهم يا رب العالمين اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة واجعل من حفر النيران اللهم اشف مرضانا اشف مرضانا